العراق يمر بظروف صعبة استثنائية، ولكن بكل تأكيد عندنا القدرة كل فرصة تحدي نحولها فرصة نجاح. هذا النجاح يعتمد عليكم، شلون تصنعون الأمل والضحك عند الناس. مع الأسف العراق مر بظروف صعبة، كانت عندنا وجهات نظر وعندنا اجتهادات. الشيء الوحيد العراقيين تمسكوا به وتوحدوا عليه هو فريق المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم. يجب نحافظ على هذه الهوية الوطنية العراقية. جهودكم، أملكم، زراعته، جيبوا لنا نصر للعراق، دائما حيخلي العراقيين موحدين. أنتم اللي صنعون البسمة بوجوهنا كليتنا. هذا اللي ننتظر من عندكم، محتاجين ضحكة ومحتاجين فرحة هم. دائما تفرحونا. لا تنسون واي بطولات أخذتوها، هذا ما نحتاجه بعدكم اليوم. شلون نحول التحدي إلى فرصة نجاح يعتمد عليكم شباب.